السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في جوجل درايف لو انت عايز تكتب كومنت بتعمل سيلكت على جزء معين بتبدأ تظهر لك هنا، فهنلاقي هنا اد كومنت، تقدر تدوس هنا اد كومنت. لو انت عايز تكتب ايه كومنت تكتب وتقول له ايه كومنت. طيب لو انا عايز اخلي الكومنت ده صوتي بدل ما اقعد اكتب، تعمل سيلكت وتقول له اد كومنت، وهتلاقي حرف الام دوت. ده عبارة ان انا سطبت بلجن جوه الجوجل كروم اسمه موت، تكتب هنا وتقول له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقدر تسجل حاجة بقى لمدة ايه 3 دقايق، بعد كده ممكن تقول له وقف شوية او تقول له كنسل او تقول له خلاص كده انا سجلت. تمام، تدوس هنا يبدأ بقى يشغل لك الصوت. في اي لحظه ممكن اجي واقول له بلاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تقدر تسجل حاجه بقى لمده ايه 3 دقائق. فده لو انت عايز تعمل تسجيل صوتي كتعليقات جوه الجوجل درايف. كل عليك ان انت بتلاقي حاجه اسمها موت، تكتب كده هنا موت، وممكن تكتب كروم اكستنشن بيطلع لك اهيت، بتروح مسطبها. تمام، وتبدأ تعمل التسجيلات الصوتية.